من قلب الطبيعة إلى رواق الموضة والأزياء المحلية والعالمية، من كرمها الذي لا ينتظر مقابل، ومن تلك الثمار والبذور التي مررنا عندها يوماً دون إدراك لأهمية دورها في حياتنا آنذاك، لكن دوماً هناك من استوقفته تلك الاستدامة في جودة المنتج وأناقة التصنيع. شركات بحثت عن الأفضل في إنتاج الملابس العصرية وعالية الجودة في ذات الوقت، فكانت تلك المنتجات التي تراعي الطبيعة وتحترمها وليس لديها آثار سلبية على بيئتنا. ملابس مصنوعة من بذور الكتان الطبيعي الذي يتم استخراجه ومعالجته بتقنيات صديقة للبيئة. تتحول البذور من خلالها إلى قماش مرن منعش جميل، ألا وهو اللينن. ومن لا يعرف اللينن؟ صديق الأزياء العصرية منذ مئات السنين وحتى اليوم. تحاكي ألوان ذاك القماش وخيوطه مساحات الطبيعة بكل عناصرها، ونجده متوفراً وبكلفة معقولة، والأهم من ذلك توفر استدامته التي تنعكس في توفير الطاقة والمياه المطلوبة في عملية الإنتاج. أول لباس ارتداه الإنسان كان من أوراق الطبيعة وإليها يعود، ليخلق من إبداعه قطعاً تمنحه الراحة والأناقة.